إنه ليس البرد، إنه الغبار. 22 سنة وأنت تقاتل، إنه نفس الغبار. لماذا لا تنام؟ الجلوس لي أفضل، سننام في معسكر. كم رصاصة بقيت معك؟ 10. على هذا النحو سنجبر على محاربتهم بالحجارة. إلى متى سنصمد؟ ليوم القيامة. لم يصلنا شيء لمدة شهر. نحن نحارب الأسلاك الشائكة. الأسلاك ستنتصر إذا مزقت معنوياتنا، عندها فقط. نعم السلك يؤذينا، إنه حول أعناقنا، ولكن الله لا جراتسياني ولا هو سيقرر مصيرنا. وما إرادة الأسلاك مقارنة بإرادة الله؟ عندهم 8 ملايين حربة، عندنا الله وهو الأهم. كما أننا لا نحارب وحدنا، هناك إخوان لنا يحاربون على مختلف الجبهات.